ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to يعلم Institute. This is teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميرة, how are you? This is course plan, inshallah. Inshallah, Samira, we will study from this book called Al-Madina book. Silsilat Al-Madina. You know what the meaning of Al-Madina? Al-Madina is a city. Inshallah, this book will be useful for us to study some vocab, mufradat jadida, and we will study some grammar, nah. بذلك سوف ندرس من كتاب المدينة. هذا الجزء إن شاء الله سيساعدنا في تحسين النحو ويعطيك مفردات جديدة. For example, على سبيل المثال, هذا بيت, هذا مسجد, هذا باب, هذا كتاب, هذا قلم, هذا مفتاح. عندما ندرس هذه الكلمات إن شاء الله سميرة, سوف نتدرب على تحويل هذه الجمل إلى مثنى وجمع إن شاء الله, وسنمارس أيضا كتابة هذه الجمل. Okay. أيضا سوف ندرس هذا الكتاب. أخبرتك أنه سيحسن اللغة العربية عندك عن طريق دراسة السيرة. سوف ندرس السيرة من هذا الكتاب. We will study إن شاء الله سيرة of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم from this book. And we will study some personality of people who are related to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. سوف ندرس هذه السنة بعض الشخصيات التي لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نبدأ, we will start إن شاء الله بدراسة نبي الله إبراهيم. We will talk about Prophet إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هو الجد الأعلى, the upper grandpa for Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. I'm sure إن شاء الله سميرة that you will get benefit إن شاء الله from this book. I hope إن شاء الله Allah give us success. أسأل الله التوفيق وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سميرة. See you later إن شاء الله حبيبتي. محمد رسول الله.